مرحبا لكل متابعين صفحات اليوفنتوس وتويتر يوسف حميم. وايد من الناس عندهم مخاوف من ان هم يبدون بعلاج تقويم الاسنان، وهذا بسبب الخوف من ظهور فراغات بين الاسنان وعودة الاسنان الى شكلها الطبيعي بعد علاج تقويم الاسنان. ولكن الشيء اللي لازم نعرفه ان عندنا طريقتين لتثبيت الاسنان بعد العلاج، وهما طريقة المثبت الثابت والمثبت المتحرك. أول نوع عندنا اللي هو النوع الثابت، وهو عبارة عن سلك معدني رفيع يكون ملتصق بالأسطح الخلفية للأسنان الأمامية. وهذا النوع من المثبتات يحتاج إلى عناية خاصة لعدم تراكم الأكل والترسبات الجيرية وتكون الالتهابات في الأسنان. طبعاً بعد تثبيت هذا السلك المعدني يتم الاعتياد من قبل المريض لهذا السلك في غضون يوم إلى يومين. أما بالنسبة حق النوع الثاني من المثبتات اللي هو المثبتات الشفافة أو نسميها المثبتات المتحركة، طبعاً هذا النوع من المثبتات يتم ابتداءه طوال اليوم زائد وقت النوم، وذلك لضمان عدم حصول حركة للأسنان بعد العلاج. طبعاً هذا راح يتم ابتداءه لمدة 6 شهور إلى سنة ونص على حسب توصيات الطبيب. ويعطيكم العافية، معكم دكتورة حنان دشي.